بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سبحانك ربنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. فالحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. يا مالكا من قد ملك، يا هاديا من قد سلك، يا منجيا من أملك. يا رب إن الحمد لك والشكر لك. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. أنى تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات في شهر مولده، شهر ربيع الأول، حيث يسعدنا أن نلتقي بكم في هذه الندوة الثقافية التي تقام في مسجد حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل البيت الكرام. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. نلتقيكم أيها الإخوة الأحباب في هذا المكان الطيب، حيث ندوتنا الثقافية التي تقام تحت رعاية معالي السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويسعدنا في هذه الندوة أن يكون معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد الجزار. أما علماؤنا الأكارم فنسعد بهم في هذا اليوم وننهل من علمهم فضيلة الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي المعروف، وفضيلة الشيخ أحمد بسوقي مكي إمام وخطيب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين. هذه الندوة الثقافية الرئيسية التي تقيمها مديرية أوقاف القاهرة. ونبدأ بخير الكلم وطيبه، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وبهديه يهتدي المهتدون.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد التميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت في مستهل ندوتنا الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وضيوفنا فيها الأكارم فضيلة الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي من أئمة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة كما ذكر ربنا جل وعلا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو أسوة لنا في حياتنا. والمتأمل في السيرة النبوية الشريفة يجد الكثير من الآثار النبوية التي تدل على نبينا الهادي، على نبينا القدوة، على نبينا المعلم. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مع النبي الكريم القدوة في حياته وفي بيته، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي من أئمة مسجد سيدنا الإمام الحسين، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأعطران الأنوران على سيدنا ومولانا رسول الله خير الناس وأنفع الناس للناس، مفتاح كل خير في كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون سببا موصلا إلى مرضاتك، وعلى آله وسلم بعدد أنفاس مخلوقاتك. وبعد، ففي البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى من كان سببا في هذا الجمع المبارك
معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا السعي الحثيث في خدمة الدعوة في ميزان حسناته، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ خالد الجندي الذي يعلمنا بحاله قبل مقاله، فقد أصر على أن يكون آخر المتحدثين تواضعاً منه وليعطي نموذجاً لأبنائه من الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للأمة فيه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وبعد، فإني لأقف مشدوهاً متحيراً يتملكني الإعجاب بهذا الجلال النبوي المكسو بالجمال الإلهي، ولسان حالي أمام هذا الجلال لسان حال القائل بجمال حجبته بجلال هام واستعذب العذاب هناك. أمام هذا الجمال النبوي المحمدي العربي القرشي التهامي الذي حير العالم بأخلاقه وجماله، فهو صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله على الله، وهو نخبة الله من برية الله، وهو خليفة الله في بيعة الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بالرغم من كل هذه الكمالات تجد نفس هذا الشخص ونفس هذا الإنسان بكل هذا الجلال وبكل هذا المقدار العظيم، تجد نفس هذا الشخص هو من يخدم أهله ويخسف نعله ويرقع ثوبه ويلاعب صبيانه وزوجاته. حينما تمزج بين هذين الشيئين، بين هذه العظمة وذلك التواضع، يملكك الإعجاب والتحير والدهشة. ورحم الله القائل: ما جر أثواب الحرير، يصف الجلال النبوي، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا. هذا الجلال وهذا الجمال وهذا المقدار العظيم هو من قال: خيركم خيركم لأهلي لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فحينما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع صبيانه ومع جيرانه، تجد أن التعامل كان قائماً على كثير من الأسس، أولها الرحمة وثانيها التواضع وثالثها العدل. أما الرحمة وهي كثيرة لكن نقتصر على هذه الثلاثة حتى لا يطول بنا الوقت. أما الرحمة فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل أهله في بيته برحمة قل أن يجد العالم لها نظيرا، فكان أرحم خلق الله بأهله
حينما جاءه الأقرع بن حابس التميمي فرآه يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، يقبل الصبيان الصغار، فتعجب الأقرع ابن حابس. هو في بيئة تربي الأولاد على أن يهابوا آباءهم، يكون هناك تحفظ في التعامل بين الآباء والأبناء، فحينما رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأنموذج الذي يراه للهيبة والقدوة، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال له صلى الله عليه وسلم وما أملك لك، أو قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هعمل لك يعني إذا كان أنت ربنا نزع الرحمة من قلبك. وأما الأصل الثاني في التعامل مع الأهل والبيت فهو التواضع، فكان صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل النبي في بيته؟ قالت كان يفعل كما يفعل أحدكم، كان يخدم أهله ويخسف نعله ويرقع ثوبه، فإذا حضرت الصلاة توضأ وخرج إلى المسجد. وفي هذا ملمح مهم أريد أن أشير إليه في شأن القدوة. لماذا؟ لما بنيجي نتكلم مع حد بنقول له والله لا بد أن تفعل كذا وكذا عشان سيدنا النبي كان بيعمل كذا وكذا وكذا، فيقول إيه يا عم الشيخ ده سيدنا النبي، هو إحنا هنيجي حاجة جنب سيدنا النبي؟ فهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم نموذج لا يمكن الاحتذاء به، وهذا خطأ. لا، الله تبارك وتعالى خص نبيه بخصوصيات، وهذه الخصوصيات لم يكلفنا ولم يتعبدنا بها، لم يكلفنا أن نقتدي به فيها ولم يتعبدنا بها هذه الخصوصيات، لكن جميع أفعاله وأقواله وأحواله صلى الله عليه وسلم تحمل على العموم إلا ما ورد نص بتخصيصه، فكل فعل فعله يجب علينا الاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. إذن وجب علينا الاقتداء به، فهو صلى الله عليه وسلم جعله الله أنموذجا صالحا للاقتداء به في كل زمان وفي كل عصر وآن. وهنا موقف في شأن القدوة، حينما جاء ثلاثة نفر وسألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصوم ويفطر، عن صيامه وعن قيامه وعن شأنه مع النساء، فلما قيل لهم إنه يصلي وينام فقال أحدهم أما أنا فأصلي طول الليل ولا أنام، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، فقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، فقال الثالث أما أنا فلا أتزوج الطهر. هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا حدثت مشكلة، هم أرادوا أن يشيعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنموذج أو أن هناك إشكالية في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي لذلك غضبا شديدا لأنهم سيهدمون أصلا من أصول التشريع وهو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا بد جميعا أن نجعل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عنوانا لحياتنا. تكلمنا عن أصلين من أصول
التعامل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، الرحمة والتواضع. وأما الأصل الثالث فهو العدل، كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين أهله، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم وجد على السيدة صفية، وجد يعني زعل منها. فالسيدة صفية راحت تتوسط، راحت للسيدة عائشة عشان تتوسط لها عند سيدنا النبي، هي تعلم قدر السيدة عائشة عند رسول الله. فقالت لها: يا عائشة، أهب لك يومي، يعني اليوم بتاعي هدهولي، ولكن أصلحي ما بيني وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت السيدة عائشة في يوم السيدة صفية وقالت، اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني يا عائشة، إنه ليس يومك، إنه يوم صفية. رغم أنه واجد عليها، رغم أنه زعلان منها، هو زعلان منها، وبالرغم من ذلك قال: لا يا عائشة، إنه ليس يومك، إنه يوم صفية. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينها وبين صفية، فرضي عن صفية وقبل الهبة وجعل يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها. فرغم أنه كان غاضبا منها، لكنه لم يظلمها، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المكان وفي هذا الرحاب، في رحاب رجل وصبة من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهله، ووردت السيرة بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير مع سيدنا مولانا الإمام الحسن الحسين رضي الله عنه. فقد ورد أن سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه كان يلعب بين الصبيان، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط يده ليمسكه، ففعل سيدنا الحسين ما يفعل الصبيان، يعني حاول الهرب منه صلى الله عليه وسلم، فجرى وراءه وأمسكه وحضنه واحتضنه وقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تواضعا منه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل بيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، في جميع حركاتنا وسكناتنا وخطراتنا وأنفاسنا، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على أمة الإسلام وعلى العالم كله بالخير واليمن والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكركم جزيلا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حي الإمام، ابن الإمام، أخ الإمام، أبا الأئمة الطيبين الطاهرين الكاشفين لكل غمة، اللهم صل وسلم وبارك على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نعيش في ذكراه. كيف لا، وقد امتن عليه صلى الله عليه وسلم، امتن الله عليه بكل صفات الكمال البشري، فقد رفع الله ذكره وأعلى شأنه وشرح صدره صلى الله عليه وسلم، فكان أكمل الناس خلقا وأطيبهم نفسا وأطهرهم قلبا وأسماهم عقلا وأحسنهم معاملة صلى الله عليه وسلم، فوصفه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، كيف نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفل ونحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون قدوة لنا في حياتنا؟ كيف يكون قدوة لنا في بيتنا، في كل معاملاتنا؟
نبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى، صلاة دائمة باقية خالدة أبدا. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين، في السابقين وفي اللاحقين، وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة تحفظ بها وطننا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتجمع بها شملنا، وتدفع بها الظالمين عنا، وتنصر بها المستضعفين منا، وترحم بها آباءنا وأمهاتنا، وتحفظ بها أولادنا، وتنر بها قلوبنا وعقولنا. اللهم أمين، وصلاة وسلاما إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، كما يقول رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس كان من نافلة القول، أو من فرائضه أن نبدأ الحديث بشكر من أحلل الله هذا المقام على يديه وجعله سببا فيه. فخالص الدعاء والتحية الكريمة المباركة للسيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي أعاد للمساجد هيبتها، وللعلماء كرامتهم، وللدعوة رونقها، وحلق وتحلق الناس على موائد العلم ومجالس الذكر في رحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد إلى بلدنا بركات كنا في مسيس الحاجة إليها. رفع الله قدره وأكثر من أمثاله، وجعل هذا البلد سخاء رخاء برحمته يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، فضيلة الشيخ أحمد وفضيلة الشيخ أحمد كلاهما أكرماني بكرم ما بعده كرم مع هذا المذيع الطيب المبارك أكرمه الله. عندما تليت الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. الآية في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكلنا نحفظ الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. بعدها: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، إلى آخر الآيات. أريد أن أقف عند هذا المعنى، عندما قال الله عز وجل: لمن تكون تلك الأسوة؟ فذكر القرآن ثلاثة أمور: الأول لمن كان يرجو الله، والثاني واليوم الآخر. الحقيقة الأول والثاني لا خلاف عليهما، يعني لا يوجد لبس في الفهم فيهما، إنما الحقيقة العنصر الثالث الذي أشار القرآن إليه عجيب وغريب، وما هو؟ سماه ذكر. القرآن ذكر لفظك للنبي أنه ذكر لرب النبي. هذا عجيب. القرآن يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وماذا؟ وذكر الله كثيرا. إذن النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو المخلوق الوحيد في الكون كله الذي إذا ذكرته ذكرت الخالق. عجيب. وذكر الله كثيرا. عندما تكلم القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لم يقل رجاء كثيرا، يعني لم يؤكد لمن كان يرجو الله، وجاء واليوم الآخر لم يقل واليوم الآخر إيمانا عظيما أو كثيرا أو غزيرا، إنما قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاء الثالثة وأكدها، فقال: وذكر الله ايه؟ مش سامع. وذكر الله ايه؟ اذا ذكرك لرسول الله هو اعظم اكثار لك في لسانك لذكر الله عز وجل.
أكثر ذكر لله بتعمله إنك تصلي على حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اهدأ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. مسألة تانية بعدها قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. طيب العلاقة، العلاقة أن لما رأى المؤمنون الأحزاب ده وقت فرح وسعادة ولا كرب وشدة؟ كرب وشدة. ما هو لما رأى المؤمنون الأحزاب أهل الأرض كلهم تكالبوا على أهل الحق، في كرب بعد كده يا مولانا، في أزمة بعد كده يا سيدنا، في شدة بعد كده يا حضرة، ما فيش شدة بعد كده ولا أزمة بعد كده ولا كرب بعد كده. طيب الكرب ده انجال عنهم ولا فضل لذلهم؟ انجال عنهم. انتصروا ولا انهزموا في غزوة الأحزاب؟ افتكر، انتصر ولا انهزموا؟ انتصروا. وانجال الأحزاب ولا لا ومشي وغاروا؟ غاروا ومشي. وانتصر الإسلام وانتصر المسلمين بإيه؟ بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. انت طبعا مستغرب، بص تاني في الآية معايا وانت تلاحظ المعنى ده. إشارات، إشارات يا مولانا. يقول لك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ومين؟ طب هذا ما وعدنا الله معروفة، علاقتنا بالله لا تنقطع، إنما جابوا سيرة الرسول هنا ليه؟ لأن ذكر النبي تنكشف به القربات وتذهب به الهموم والمدلهمات. علشان كده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم للراجل لما سألوا كم أجعل لك من صلاتي، لحد ما وصل في الحديث قال له إذن أجعل لك صلاتي كلها، أصلي عليك طوال الوقت. أتدرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له إذن تكفى همك ويذهب غمك، صلوا عليه. ما في بعد كده سعادة، ما في بعد كده رحمة، لأنك لما تصلي على الرسول تبقى بتذكر الله، لما بتصلي على الرسول تواجه الأحزاب، تواجه الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله. شوف بص كلمة ورسوله، وصدق الله ورسوله تاني، وما زادهم إلا إيمانا. وإيه إيه علاقة تسليما؟ طب الرسول ما تفهمونا يا جدعان، مش الآية بتقول وما زادهم إلا إيمانا؟ وإيه عرفنا إيمانا، إيه حكاية تسليما دي وعلاقتها بالرسول؟ أقول لك علاقتها إيه بالرسول. هما في حاجتين اتنين مطلوبين من حضرتك بالأمر المباشر من الله. الأمر الأولاني قال لك صل عليه. طب ما نقول للآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، هي الدخلة بتاعت الآية نفسها تفوقك لنفسك. ربنا بيقول لك أنا بعمل حاجة أنا والملائكة، تحب تعملها معايا؟ شوف بص بالبداية كده قلت له طب حد يقدر يقول لا؟ حد يقدر يقول لا؟ ما سمعتش. حد يقدر يقول لا؟ فالآية بتقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. تعالوا معايا، تعالوا ايه معايا، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. يا عيني وايه صلوا عليه؟ طيب صلوا عليه دي كلنا عارفينها وحافظينها وبنعملها والحمد لله. الاشكاليه بقى يا عم الشيخ في اخر الايه اللي كلنا مش بنعملها، بعضنا بيعملها وبعضنا لازم يراجع نفسه تاني. انهي بقى؟ قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وايه وسلموا تسليما. احنا بنصلي على الحبيب ما فيش شك، لكن يا ترى كلنا سلمنا للحبيب؟ هو ده بقى اللي عاوزين نقوله. اذا كنا عاوزين نحتفل بسيدنا صلى الله عليه وسلم دعونا نسلم للحبيب، مش نسلم على. في فرق بين سلم، كلمة أسلم على أو أسلم لي. سلمت على الحج علي يبقى ذاك حج علي، عامل إيه حج علي؟ اسمها أسلم على. إنما أسلم لي أرفع إيدي لفوق وأقول له أنا ملك يديك،
افعل ما شئت. زي واحد رفعك بسلاح لا قدر الله فبتقول انا سلمت له، رحت رفع ايديه. يبقى المطلوب منك مع سيدنا النبي انك تحييه بس، لا لو كان قصده تحييه كان قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وحيوه، يا زي ما قال اذا حييتم بتحيه، ما القران بيقولها عادي الكلمه دي، حيوه سلام عليكم، وعليكم السلام يا رسول الله. لا يا حبيبي المساله مش تحيه وسلام، المساله استسلام، المساله استسلام، المساله ايه؟ استسلام. استسلام لمين يا سيدنا؟ لسيدنا، استسلام لسيدنا صلى الله عليه وسلم. علشان كده قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ايه؟ هو انتوا هتتسابوا كده؟ والله ما ينفع. صل على الحبيب. الايه هنا جابت كام امر؟ اتنين، صلوا ايه؟ تمام، احنا ماشيين مع بعض عالي العالي اهو، فجاب امرين، صلوا وسلموا. انهي فيهم اللي اكدوه؟ نشوف كده الايه ونرجعها مع بعض تاني. قال يا ايها الذين امنوا صلوا صلاه، لا مش كده ولا ايه؟ ما تفكروني بالايه، صلوا عليه، ما قالش صلوا صلاه، انما دي للتسليم. قال وسلموا ايه؟ يبقى انهي اللي مؤكد اكتر في الفعلين؟ التسليم. فاذا اردت ان تكون حبيبا لرسول الله سلم نفسك لرسول الله. هذا هو القران، وسلموا تسليما. حضرتك سلم نفسك لرسول الله فين؟ في ثلاث حتت، في ثلاث اماكن، في الشارع، في الجامع، في البيت. في الشارع، في الجامع، في البيت. الشارع والجامع واحاديث السنه فيهم كتير، انما احاديث البيت كان عامل ازاي في بيته؟ لو ما عرفتش تقتدي برسول الله جوه بيتك يبقى انت بينك وبين سيدنا النبي مسافه كبيره يا مولانا. اذا ما عرفتش تدخل النبي جوه بيتك يبقى حضرتك لازم تعيد حساباتك مع رسول الله مره ثانيه. يا مولانا، يا سيدنا، يا حضرت، اوعى تفتكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حاجة من دماغه كده لوحده كده. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مش زينا، انا عشان خاطري لازم نفهم الكلمات دي. ده حتى لما قال من زيكم قال بعدها ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم، بعدها راح قال ايه؟ يوحى الي. ايوه بشر مثلنا، انما عنده وحي مش مثلنا. اصحى للكلام. هو صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه كده، اللفظ اللي بيقوله مش بتاعه، وما ينطق عن ايه؟ ان هو الا ايه؟ ما نقدرش نتكلم. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان مظهر الافعال، ركز في الكلمه اللي هتتقال، كان مظهر الافعال الالهيه. هقولها تاني، النبي كان مظهر للأفعال الإلهية، مظهر الأفعال الإلهية. أيوة يا فندم، وهضرب لك شوية أمثلة كتيرة، القرآن مليان كده، كل القرآن بيثبت ده. هضرب لك أمثلة بعد ما توحد الله. قال له فاكر لما الناس اتهدت عليك على إيديك؟ قال له آه. قال له إنك لا تهدي من أحببت. الله الله الله، أمال مين اللي عمل كده؟ قال ولكن مين؟ ولكن مين؟ يهدي من يشاء. شوف شوف، قال له فاكر أما علمت الناس؟ قال له آه. قال له وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك. الله، ده طلع العلم بتاعه وطلعت الهداية ابن عمي بتاعته. قال له فاكر أما كنت طيب مع الناس؟ أهو. قال له آه. قال له فبما رحمة من مين؟ لانت له. طلع الكلام ده من عند ربنا اهو، ده شغل ربنا اهو. يبقى الفعل فعل ربنا والمظهر مظهر النبي. انت شايف النبي اللي بيعمل، بس الحقيقه الفاعل الحقيقه هو مين؟ قال له فاكر لما رميت في المعركه؟ قال له وما رميت اذ رميت ولكن مين؟ رمى. الله،
فاكر لما ألفت بين الأوس والخزرج؟ قال له آه. قال له وألف بين إيه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت إيه؟ ولكن مين؟ ألف مين؟ الله أكبر، وحد الله. الله. فالنبي كان مظهر للأفعال الإلهية، الفعل فعل ربنا والمظهر مظهر النبي. يبقى معنى ذلك إنك لو استدعيت النبي في بيتك أنت بتستحضر أفعال الإله الرحمات في بيتك. عاوز تعرف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال حبيبنا وشيخنا الشيخ أحمد وعلمنا إنه كان في بيته يخصف نعله، يرقع ثوبه، يشتري الطعام من السوق، يقلب في الوعاء، ينفخ في التنور، يداعب أطفاله، يداعب أهله. اعرف النبي في الأزمات. حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منهم. الراجل يقدر يخدع الناس كلها، إنما ما يقدرش يخدع مراته، لأنه داخل البيوت يظهر المرء على حقيقته. هو متدين بجد ولا الموضة اللي ماشية؟ ها ايه الوضع بالظبط؟ هنشوف الكلام ده من خلال سلوكك جوه بيتك. علشان كده لما النبي اراد انه يعمل مسابقة ما قالش للصحابة اني اكتر واحد فيكم من الصالحين هو اللي يقرأ القرآن او اكتر واحد هو اللي بيصلي. مين يا رب؟ يا رسول الله خير الناس. مين؟ اكثركم قراءة للقرآن، اكثركم عمرة وحجا، اكثركم صياما، اكثركم زكاة. لا دي ولا دي ولا دي ولا دي. امال مين؟ قال خير الناس. خيركم خيركم لمين؟ مين؟ وانا خيركم. هو ده بقى خير الازواج لنسائه. صل على خير الأزواج لنسائهم. ما سمعتش. صل على خير الأبناء لآبائهم. طب صل على خير الأبناء لآبائهم. صل على خير الرسل لأقوامهم. اللهم صل، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا ما الدارين أسعد فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. في الأزمات، الأزمات اللي تعرض بها بيت النبوة، أنا مش هكلمك عن الأحوال العادية في بيت النبي، أنا هكلمك عندما كانت هناك أزمة. الأزمات اللي في بيت النبي حاجة من ثلاثة، يا إما أزمة اقتصادية، يا إما أزمة اقتصادية، يا أزمة طبيعية، يا أزمة عدائية. يعني أي خناقة حصلت في بيت النبوة سببها حاجة من ثلاثة، مشكلة مادية اقتصادية أو مشكلة طبيعية أو مشكلة عدائية. مشكلة عدائية ازاي؟ زي حادثة الإفك، أشاعوا الإفك على أم المؤمنين، بيختلقوا أزمة علشان يدمروا البيت النبوي من الداخل. ازاي النبي سيطر على المشكلة؟ ده سلوك أهل الله بقى، ده سلوك المؤمنين، هو ده السلوك النبوي. مفيش أزمة بعد دي. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ربنا سماه حادثة إيه؟ الإفك. عارف الإفك يعني إيه؟ يعني الشيء المقلوب على وشه، يعني كوباية وقلبتها على فمها كده، ده اسمها أفكت الكوب، يعني قلبته على وجهه. عشان كده القرية بتاعت لوط اللي اتقلبت مع عليها وطيها اسمهم المؤتفكات والمؤتفكة. المؤتفكة يعني إيه؟ يعني اللي اتقلبت رأسا على عقب. يبقى الإفك لما واحد يكذب كذبة، يعني كذب بيقلب الحق وبيقلب الحقيقة، ويقول على الطاهر أدف، ويقول على المتقي إنه زاني، ويقول على المؤمن إنه نص، ويقول هو ده اللي بيحصل إفك. فهنا حادثة الإفك ديت، لأنه الإفك هو أعلى درجات الكاذب. فلما حصلت حادثة الإفك
ربنا بيقول للنبي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تعرف ليه خير لكم؟ لأن به تنجلي معادن الرجال ويظهر الإيمان ويعلو من شأن المؤمن ويظهر المعدن الحقيقي للرجل الذي يحافظ على أهل بيته ولا يأخذ امرأته بالأكاذيب ولا بالأقاويل. في حادثة الإفك سمعت سيدنا صلى الله عليه وسلم شتم وتطاول على أم المؤمنين، أهو الوحي انقطع عنه فترة من الوقت، قيل 40 يوم وقيل شهر. الفترة دي كلها التي انقطع الوحي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش عارف حقيقة المسألة، الإشاعة دي مصدرها مين ومصدرها إيه، إنما رأيت النبي بيتطاول على عائشة أبدا، بيمد إيده عليها بيشتمها يحاول أن يقلل من شأنها، والله ما حدث. هي دي إدارة الأزمات، الاستعانة برب الأرض والسماوات والتوكل على الحي الذي لا يموت ومعرفة الحق أينما دار وعدم أخذ الناس بالظنة وعدم التطاول على أهل بيتك وعدم التجاوز مع امرأتك وعدم التسبيح من أهل بيتك وعدم التجاوز مع التي ائتمنك الناس عليها وعلى عرضها كان مثالا لإدارة الأزمة حتى مرت بسلام وخير، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأزمات الطبيعية أزمات غيرة، عندما تحدث أزمة من أزمات الغيرة، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل يحب العسل، وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أهلها يهدونها عسلا، فكان النبي يحب أن يذهب إلى بيت إلى يوم زينب حتى ينهل من اشتدت الغيرة في حفصة وفي عائشة، وهذا أمر كما يقول العلماء أمر طبيعي، حتى النبي كان يقول إن الغيراء لا ترى أسفل الوادي من أعلاه، وحرم النبي على نفسه العسل. المهم حرم على نفسه يعني إيه؟ يعني قال مش حكله تاني، مش حرمه على أمته. خد بالك من الآية في سورة اسمها سورة التحريم، ما قالوش يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله للناس، لا، رجع الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فده تحريم خاص. تحريم بمعنى إيه؟ مش بالمعنى التشريعي، إنما بمعنى الامتناع، زي ما تروح وتقول الدكتور حرم علي السكريات، الطبيب حرم علي النشويات، حرم بمعنى التشريع ولا بمعنى المنع؟ بمعنى المنع. فقال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الطريف إن الناس لم تنتبه إلى أن هذه الآية كانت مدحا في الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي كانت مدح؟ لأن النبي منع عن نفسه العسل إرضاء لأم المؤمنين عائشة وحفصة عندما غارتا من زينب وقال لا آكله مرة ثانية عشان يرضي مين؟ عشان يرضي زوجته، رغم انه بيحب هذا الطعام، فآثر ما تريده زوجته على ما تريده نفسه، على ما تريده نفسه، وهذا لا يفعله إلا رسول الله. حتى القرآن الكريم ذكر هذا صراحة، قال له بيقول له انت راجل محترم، انت راجل كريم، انت راجل زوج عفوف النفس، انت راجل من الطراز الراقي، فبيقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لكي تراضي زوجتك تبتغي مرضات أزواجك. فهذا دليل على أن النبي كان يكرم أهل بيته عليه صلاة الله وسلام عليه. وبقي الثالث والأخير وهو الاقتصادي، ما شبع النبي من طعام قط. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا نار. إخوة الإيمان والإسلام، الكلام في هذا المجال يطول، ولكن أصلحوا، نداء الأخير لكم جميعا، أصلحوا بيوتكم برسول الله، أصلحوا بيوتكم برسول الله، والله والله لن تنصلح أحوالنا
ولن تستقر الأمور في بيوتنا إلا بإدخال رسول الله إلى بيوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدين. فإذا أردت أن تكون من المحبين فعليك بخمسة أمور: الاقتداء، الثاني الشوق إلى اللقاء، الثالث كثرة ذكره، الرابع محبة ما كان يحبه وكراهية ما كان يكرهه. ختاما، وقف الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى، فقال له النبي: ما يبكيك يا رجل؟ قال: يا رسول الله، إني أحبك وأخشى أن يفرق الموت بيني وبينك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا وقال: لما يا رجل؟ أولا تطمع في الجنة؟ أنت مش طمعان في الجنة ولا إيه؟ الراجل رد عجيب، قال له: أطمع يا رسول الله، ولكن وإن دخلت الجنة ستكون أنت في منزلة لا أرقى أنا إليها. أما رجل ناصح وذكي رضي الله عنه فبصله كده قال له: أولا تحب؟ خد العرض ده بقى، يلا ليلة مفترجة بقى. قال له: أولا تحب أن تكون رفيقي في الجنة؟ صلوا عليه. إيه ده؟ صل عليه. رفيقي في الجنة؟ نعم. الرجل قال له: إيه؟ بلى يا رسول الله. أولا تحب أن تكون رفيقي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كن أحسن الناس خلقا. الله مش قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له: أولا تحب أن تكون رفيقي في الجنة؟ قال: بلى. قال: كن أحسن الناس خلقا. الرجل طمع، يا بختك. الرجل إيه؟ طمع. قال له: فإن كنت أحسن الناس خلقا. قال له: أيوه، وأكثرت من الصلاة عليك. قال له: إذن أحملك على راحتي وأدخل بك الجنة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين. اللهم احشرنا تحت لوائه إلى يوم لا لواء إلا لوائه. اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جازي خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم لا تحل بيننا وبينه حتى تولدنا مدخلا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلام عليك يا حفيد رسول الله يا سيدنا الحسين، عليك سلام الله. والسلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا وأمتنا على محبته، وارزقنا شفاعته، واجمعنا اللهم في صحبته في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التي كانت حول الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وفي بيته. يا زائرا روض الحسين محبة، يا من أتيت بقلبك الهيمان، يا ساجدا في خشية ومهابة، يا هائما في الذكر والقرآن، يا باتيا من وزر آثام الهوى، يا راجيا في رحمة الرحمن، يا شاكيا من وطأة البلوى، ويا من عيل صبرك من صروف زماني، ارفع يديك إلى إلهك داعيا واجأر به في السر والإعلان. فهنا الحسين بن الحبيب المصطفى، مالي ومالك من شفيع ثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ محمد الجزار. أحيني إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما.
تسليما. يا سيد الرسل الكرام، تحية من قلب عبد عاشق تحية من قلب عبد عاشق تواب. لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عاجزي مع الصباط، وبكت عيوني، قلت يا إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق، حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار، لمدحي ماذا أقول؟
سفاح الجاهليات أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا وملائك الرحمن خلفك سجدا صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا كل من قالوا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها هذه الدنيا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. البعير يشكو المجاعة للنبي بين الجماعة، البعير يشكو المجاعة للنبي بين الجماعة، قال يا مولى الشفاعة، قال يا مولى الشفاعة، قال يا مولى الشفاعة، كن شفيعي يا محمد صلى الله سلم. نادت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة، نادت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة، نادت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة، يا إماما للرسالة، يا إماما للرسالة، كن ضميني يا محمد. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك يا رب. صل على النبي الهادي نور الهداية منبع الإرشاد، يا رب صل عليه أنت تمد من صلى عليه بأكرم الإمداد، يا رب صل على حبيبك أحمد خير الورى وسيد الأسياد، يا رب صل على النبي محمد واختم لنا بالخير والإسعاد.